الغيث تبدأ بقدرة، وأنا معكم اليوم بسبب هذا القدرة. قبل سنتين أنا كنت جوعان، صلحت نفسي أكل ومعه زهاوق. وهذا الزهاوق لا أعرف منو سمعت عنها، لكن أظن كان ما له شيء، لأنه قالوا لي اليوم أجي أروكم طريقة عمل الزهاوق اليمني. لكن لا أستطيع، هنا لا يوجد عصارة، ففعلا شفت الزهاوق شيء جميل، فكرت ممكن ناس آخر يستفيد من هذا الشيء. صورته بالكاميرا، نزلت له إلى الإنترنت، إلى موقع يوتيوب، وبعد أسبوع لاحظت أن الناس كانوا يشاهد الفيديو حتى أن عددهم كان قليل. وعندما شفت أن الناس كانوا يشاهد الفيديو أتى فيني النشاط، دخلت له أعلانة الجوجل، وبعد أسبوع كان معي 5 ريال. فأنا شفت هذا 5 ريال كأنه 1,000,000 دولار. رحت لعند زوجي، كان نايم بعد العمل، وقلت له شوف يا زوجي، ممكن تترك هذا العمل المتعب ونحن نعيش من الجوجل؟ كان يشعر أنه في حلم، فقال وجدتي وظيفة في الجوجل؟ قلت له لا، أفضل. قبل أسبوع سجلت الزهاوق، نزلت له الآن معي 5 ريال. فسمع هذا وشافني، ضحك لمدة 10 دقائق، وقال شوف يا زوجتي، لا تتعبين نفسك، لا تتعبين نفسك، ممكن أفضل أدي لك 5 ريال من جيبي وأنت تخليني أنام. هو ذهب ينام، وأنا فكرت، ذهبت للمطبخ، فكرت ماذا أنزل بعد ذلك. نزلت سلطة، نزلت الحو، شفوت، فول، دجاج، سوسي، مرق، حتى روتي لم أنساها. وفي البداية كانت الكاميرا عندي أي كاميرا عادي، وكنا نساكن في شقة مطبخ صغير. وبعدين أنا شخص خجول، كنت لا أحب أسمع صوتي، فسجلت الفيديو بدون صوت، كانت ليس جيد، ولكن أظن يعني الحمد لله استمرت في هذا العمل. والآن القناة كبرت حجمه أكثر من 50,000 مشاركين، وعدد الفيوز أكثر من 8 مليون. وأبداً كنت لا أفكر أن سيشوف ناس هكذا. وأريد أن أشكر أولاً المشاهدين، لأن إذا كان لا يوجد من يتعلق على الفيديو، أظن أنزل أكثر من 100 فيديو عن الأكل اليمني والعربي وغيرها. وكما استمرت في القناة كنت أريد أن أتحسن، فكنت منفتة لتعليقات اقتراحات من الناس، والناس كان يريد الفيديوهات بالإنجليزي وبالعربي كان يريد، فعملت ذلك وسجلت الفيديو بالعربي. ثم ردود الفعل تغيرت، الآن الناس كان يقول أشياء مثلا أنت تغوشي باللغة، وليش كلامك مكسرة، بعدين ممكن تكلمي عما أفضل من تحاولي بالفصحى.
فكنت لا أفهم لماذا في البداية يقولون هكذا. وثم ما عرفت، كانوا يشعرون أنني يمنية، لكن بدلا من يؤثر علي تعليقات سلبية، في الحقيقة كنت فرحانة جدا 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 على المجاملة فيني. وأفتخر أن الناس كانوا يشعرون أنني يمنية، يعني أحب اليمن كثيرا. لكن أنا أظن تعرف أنا ليس يمنية. أتيت هذا القصة بدأت في سنة 2009 وعمري كان 22، وأنا أتيت لليمن أول مرة في حياتي من أجل أتعلم اللغة العربية، ودرست 6 أشهر هنا في صنعاء، والحمد لله أصبح مستوي يعني تمام في العربي. أنا فخورة بهذا الشيء، خاصة لأن زوجي تعرفت عليه هنا في اليمن. لكن كل يوم شخص يتعلم لغة، هذا لا يجعلني مختلف من بين الناس. وكذلك تعلمت بعض الطبخة العربي، لكن أنا ليس متخصصة. لكن الشيء الذي فعلا جميل أنك مش ضروري تكون متخصص أو مختلف من بين الناس لكي تبدأ تشارك شيء ثمين مع العالم. وإذا هذا الشيء يأتي من قلبك ثم العالم يتفاعل معك، سواء يقولون ممكن تصححين بعض الأخطاء في الكلام، أو يقولون لك نحبك كثيرا ضروري تستمري. فكيف تبدأ تعلم أشخاص آخر شيء لا تعرف عنه نهائيا؟ والخطوة الأولى هذه، تبدأ بالشيء الذي فعلا ممتع لك، ليس لشخص آخر، لك. عندما كنت أريد أن أتي لليمن هذا المرة الأولى، أسرتي كانت ليس موافقة، كانت يقول لي أمي تخاف ولا أعرف، لا يوجد أمان، كيف تذهبي وحدك وحتى لا تعرفين اللغة. ولكن لم أعمله من أجل أمي، ولم أعمله من أجل الفلوس، ولم أعمله لكي أحصل على وظيفة. عملت شيء كانت فعلا ممتع لي، أريد أن أدرس اللغة العربية لأن كانت ممتع لي، استمريت فيها. هل تعرف البلد الذي يوجد لديهم أكثر نسبة من عدد السكان مشاهدين في اليوتيوب؟ بعض الناس يشعر أنه أمريكا لأن اليوتيوب بدأ في أمريكا، صح؟ لكن ليس أمريكا ولا في الغرب، هذا البلد المملكة السعودية الذي جنبنا، هذا السعودية. طبعاً يتكلم عربي في السعودية. فلماذا هذا الشيء؟ أول شيء، عدد كثير من الشباب، والشباب يستخدم الإنترنت واليوتيوب أكثر شيء. ثاني شيء، الآن البلد تدورت في الاقتصاد، والمستوى تمام بالنسبة للإنترنت والتكنولوجي. وثالثا، السينما عندهم لا يوجد سينما كبير، فالناس يريدون يحتاجون أشياء يشوفها، فأين يذهب؟ اليوتيوب. فأكثر المشاهدين في حكي القناة 40% تأتي من بلد واحد، وهذا من السعودية. وبعد ذلك العراق، ثالثا أمريكا، رابعا أظن مصر، مغرب، يمن، كويت، إمارات، يمكن بريطانيا، لكن أكثرهم دول عرب باللغة العربية. فأنا أعتقد أن الناس العرب يحتاج محتويات باللغة العربية.
الإنجليزي كثير محتويات فيه، لكن العربي غير كافي. وهذا ليست مشكلة، هذا فرصة، فرصة يعني لكم على ما وجدت أنا. فثاني شيء تعلمته، تختار شيء الذي كذلك ممتع لناس آخر. جميل يكون ممتع لك، لكن تكبر شيء كبير يروي يكون ناس آخر كذلك يريدون هذا الشيء. وعندما بدأت كنت لا أعرف يريدون طبخات يمنية باللغة العربية في السعودية، وكنت لا أعرف. لكن إذا لا يوجد الإرادة من قبل لم أستطيع كبر القناة إلى حجمه اليوم. ولأن الإرادة كانت موجودة، باقية القصة تكتب نفسها. إذا الناس يقولون نريد كبسة، أنا أعمل لهم كبسة. إذا يقولون نريد خبز عدني، أنا أعمل خبز عدني. إذا يقولون نريد بيتزا أمريكية، أنا أعمل بيتزا أمريكية. إذا لا أعرف كيف أعمله، أتصل بصديقة تعرف ساعدني. فأفكر كثيرا في ماذا يريدون الناس، لأنه ما فائدة تكون معي 100 فيديو ولا أحد يريد أن يشوفها. فثالث شيء الذي أعمله، يعني أسمع جيدا جدا لماذا يريدون الناس. فهذا الشيء يعني ضروري تسمع لماذا يريد الناس، لأنه لا تريد أن تبني شيء كبير تشتغل فيها كثيرا وثم لا أحد يشوفها. ففعلا أنا لا أمثل أنني متخصص في هذا القناة، لأنني ليس بلغتي. ممكن أريد أن أكون متواضع، هذا أعرفه وهذا لا أعرفه. فلكل بنت الصحن الذي نجحت كانت 3 حركات، ولكل الصور الجميلة الذي تشوفها الواحد بين 40 الذي صورتها. لكن أصعب شيء عندي عندما أريد أن أكتب باللغة العربية، لأن ما فيش معي كيبورد عربي، فيكون هكذا: ألف، لام، ميم، لا مش نون، ميم، لا مش سين، ميم، لا أين الميم، أين الميم، حتى أوصل على الكلمة. فالآن يعني كل من يشعر أن أمه أو أبوه أبطأ شخص في الكمبيوتر، صح؟ لكن الآن أمك أشوفها مرتاحة، تقول في نفسها شوف لقيت من أبطأ مني في الكمبيوتر، هي. وممكن أنا أعمل موقع في اليوتيوب، وتعرف هي تستطيع، وكذلك أنت أو أنتي. ليس ضروري تنتظر تكون متخصص، تبدأ من اليوم. فبداية المحادثة أنا قلت لكم أنني موجود بسبب قبل 2 سنين أزحاوق وهذا، لكن هذا بس نص الحقيقة القصة. والنص الآخر أنني أخذت فرصة، ممكن كان لا يوجد من يشاهد هذا الفيديو الأول، لكن نزلت له مهما كان، وفقط أخذت هذا القدرة الأولى، يعني 5 ريال هذا يشجعني استمر. وحتى الآن زوجي لم يترك عمله يعني، لكن دخلي الحمد لله أكثر من 5 ريال الذي هو وعدني في البداية. فالفرصة موجودة، وأنا أنصح لكم تأخذوا. شكراً.